دالي اكزامبل. عندنا برضه نفس الامثله اللي حكيناها وشرحناهم سابقا، ولكن هون بهذا السؤال لنعمل تحليل بطريقه اصعب شوي لانه نستد لوب. Analysis for following subroutine and subroutine and show how to can use generate daily لأخير 10 ملي سكند exactly include of call in structure assume إذا كانت عندنا السرعة 4 ميجا هيرتز. تمام، نشوف هذا البرنامج ونشوف كم تعليمه راح تتنفذ فيه. خلينا أول إشي نحلله ونشوف الأوامر اللي فيه. أول إشي عندنا 10 مس ال NOP معناته تأخير، يعني تاخذ واحد. عندنا الموف هاي برضه بتاخذ واحد، موف 13 ديسيمال، نحط رقم 13 ديسيمال. وين راح نحطه؟ في الاكونت اتش. الاكونت اتش شو صار في داخلها؟ صار بداخلها 13. اوكي، برضه هاي بتاخذ قيمه واحد على فكره. موف برضه ديسيمال 225، وين بدي احط الرقم هذا؟ احطه باللي تحتيه اكونت ال. كم؟ 250. تمام، بعديها 10-1 عندنا اللي هي عملية الأكاونتينج اللي بتنزل لعند الزيرو. أوكي، الفانكشن اللي بيعمل عملية ديسندينج لعند الزيرو. أكاونت ال F. أوكي، go to 10-1 برضو عملية ديسندينج لأكاونت H و go to 10-1 اللي هو هون. هدول هم الاثنين برجع لهم. هلا احنا عندنا هون الفكره، الاكونت ال اللي هو قيمته كم؟ 250، راح يبدا يعد وينزل لعند صفر. كل مره بينفذ فيها كانت 250، بينزل 249 248 247، بنفذ هاي وبرجع، بنفذ 10 وبرجع، بنفذ جو تو 10 وبرجع، بنفذ جو تو 10 وبرجع. عند الصفر بنفذ هاي وبنزل هون بقفز عنها. لما تصير قيمه هذا الاكونت ال صفر بقفز عن هاي الجو تو وبروح وين؟ لتحت. واضح؟ بقفز عن الجو تو بروح وين؟ لتحت وبنفذ بنزل ديسكريبشن سوري ديسندينج الى كاونت اتش، بصير يعمل في الكاونت اتش وبرجع ل 10-1. تمام، واضحه؟ يعني انا بدي افهمكم اياه، هذا الامر لما يكون عند الصفر بقفز لتحت، يعني ما بنفذ الجمله اللي وراه. هاي لا تنفذ، هاي الجملة لا تنفذ عندما تكون القيمة الكاونت ال صفر، وصلت صفر يعني مرة واحدة ما بتتنفذ. تمام، أما باقي المرات تتنفذ عادي. وهون في حالة صارت هاي صفر كاونت اتش ما بنفذ هاي. أوكي، بقفز عنها بروح. أوكي، بروح عند ريتيرن. واضح؟ بروح على ريتيرن. يعني هاي أهم نقطتين أحكيهم قبل ما أبدأ الشرح. تمام، بعديها نيجي هون. هاي لو تلاحظوا هاي اللوب هاي 250 مرة، هاي اللوب من هون لهون هاي 13 مرة. كل مرة بتلف فيها هاي اللوب، يعني أنا قصدي فيها هدول. تمام، هاي يعني تمام إنها رح ترجع لفوق. اتش كل مرة بتلف مرة واحدة، يعني معلش اتش لما تلف مرة واحدة ال راح تتنفذ. نحكي انا وياكم حاليا 250، كل مرة اتش ال راح تتنفذ 250. كم مرة راح تتنفذ هاي؟ 13 مرة، بحكم انها هاي راح تتنفذ 13 مرة لانها هاي بداخل هاي. يعني هيك هاي 250 مثلا وهاي 13، واحد هاي تتنفذ 250 مرة، بتصير هاي اللي برا 2، هاي بترجع تتنفذ 250 مرة، بتصير اللي برا 3 250 مرة، 4 250 مرة، 5 250 مرة، 6 250 مرة. إذا هاي رح تتنفذ 250 مرة بعدد مرات اللوب الخارجية. أوكي، حتى أنتوا إذا تتذكروا بجابة عدد اللوب الداخلية والخارجية، بس بشكل عام خلينا نشوف كيف بدنا نحل ونجد عدد مرات اللفات. راح أجيب وين رسمتكم هاي، معلش راح أحطها هيك عشان نشوف كل إشي.
هي صغيرة بس هلأ بظبطها وبكبر لكم إياها هيك. استنى شوي، يلا شوف كم مرة راح تتنفس. خلينا هم مفصلينها بالتفصيل الممل هون، يعني بالبرنامج هون مفصلينها تفصيل ممل. نيجي أول إشي الانشلايز بيعمل عملية كول، يعني بيستدعي هاي فأخذت قيمة 2، تمام؟ عملية الكول أخذت قيمة كم؟ 2. أوكي طيب، بعد عملية الكول شو عمل عندنا؟ عشان ما يغطوا على بعض بده ينفذ الأوامر الثانية الخاصة فيه. إيش هم الأوامر الموجودة عندنا؟ أوامر الموف، أوامر الموف الموجودة عندنا. أوكي عملية الكول عملناها وبدأ يمثل أوامر الموف. يلا واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أوامر كل واحدة منهم تاخد قيمة واحد. واحد اثنين ثلاثة أو واحد، هيها واحد واحد واحد. كم واحدة هدول؟ خمسة، خمس واحدات. مع الكول اللي تمت استدعاء هذا الفانكشن عن خلالها، يعني الـ go to اللي هي بتصير زائد اثنين بتصير ايش؟ سبعة، اللي هي هذا القيمة الموجودة عندكم هون هيها. اوكي الموف مع الكول، تمام، اللي راح يستدعي هذا الفانكشن. خلصنا من هاي. هلا احنا لما نخلص من هاي انتهى موضوعها، يعني ما فيها مشكلة. المشكلة دائما باللوب، المشكلة باللوب. خلينا نشوف هذا اللوب. هذا اللوب كنترول ال، كنترول ال كم مرة راح يتنفذ؟ 250 مرة. هلا شوفوا علي، هو راح يتنفذ من 250، يعني 200 عند وين؟ عند الواحد. عند حالة الصفر راح يصير إشي تاني من واحد لصفر. أوكي يعني هو راح يتنفذ 250 مرة، بس عند حالة من واحد لما ينتقل للصفر وضعها مختلف هاي الحالة، تمام؟ فإحنا عندنا راح ننقص من 250 مرة هاي الحالة، فكم مرة راح يتنفذ؟ 249 مرة. أول مرة راح تتنفذ هاي 249 مرة، وكم راح تأخذ؟ قيمة واحد، صح؟ يعني كل مرة عم بنزل الكاونت، أول مرة 249، بعدين 248، بعدين 247، كل مرة راح تأخذ واحد، تمام. go to لما كانت هاي 249 راح يروح على go to 10، يروح بعدين تصير 248 يروح على go to 10، بعدين 247 راح يروح على go to 10، بعدين 200 يروح على go to 10. go to 10 كم مرة راح تتنفذ؟ مرتين. دائما احنا عارفين بتاخد 2 وحدة زمنية. هدول هاي الجملة وهاي الجملة راح يتنفذوا 249 مرة، يعني 249 مضروبين في واحد اللي هي الجملة الأولى زائد 2، إذا 249 مضروبين في كم؟ في 3، اللي هو هاي شايفينها اللي هون طلع معها 747. عرفتوا ليش؟ لأنه هاي راح تتنفذ 249 مرة، مقدار وحدة زمنية واحدة لكل مرة، والجوتو راح تتنفذ 249 مرة بمقدار 2 وحدة زمنية لكل مرة. فضربنا 249 في 1 زائد 2 اللي هي هدول القيم أكيد عشان نعرف عدد اللفات اللي صارت، طلع معي الرقم 747، تمام تمام. هلأ احنا نفذنا لعند الواحد. هلأ لما تصير هاي قيمتها صفر الوضع مختلف. عند القيمة صفر، عند القيمة صفر صارت كنترول ال صفر صفر. لما تصير قيمتها صفر كنترول ال هاي تاخد قيمة كم؟ 2، لأنها صارت صفر بتعمل سكيب عن هاي. سكيب يعني ما بتنفذها. وين بتروح؟ بتنزل هون. هاي بتاخد قيمة واحد، وهاي الجوتو معروفة 2 وبرجع عليها. هاي وين؟ في مرحلة من واحد للصفر، مرحلة 49 مرة حليناها. هلأ من مرحلة واحد للصفر هيك بتصير. هلأ واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة معي أو إنها مش واضحة؟ تمام أرجع أعيد عشان توضحكم. بسم الله، تمام.
إذن هي راح تلف معي 249 مرة، هاي خلاص عرفت كم مرة، بس المرحلة من 1 لـ 0 الوضع فيها مختلف، هاي راح تتنفذ مرتين وتعمل سكيب عن هاي وتيجي هون. فإذا آخر مرحلة راح تصير 2 1 2 2 1 2 كم سيركل؟ 5، نجمعهم مع 747 طلع معهم 752. هاي مين؟ هاي أول لفة، هاي أول لفة، يعني هاي أول لفة إلهم، لسه أول لفة عم بلفوا. هاي لفت 250 مرة، هاي لفت لفة واحدة، يعني أول دوران لهاي، أول دوران للـ13، يعني صارت هلأ 13 مالها، هي كانت 13 لفت أول لفة وطلعت فوق، لفت أول لفة وطلعت فوق، فصارت بدل الـ13 هلأ ضايل بدمتنا 12 مرة تلف هاي 12 مرة، وكل مرة تلف فيها هاي تلف هاي 250 مرة، هلأ هتلف 255 هي، تمام؟ يلا نشوف هلأ المرات اللي بعديها، المرات اللي بعديها كلهم من يعني المراحل كلها كيف راح تلفهم. هلأ 12 بدها تلف لل11 لهاي لل10 إلى آخره. هلأ هاي راح تلف، أنا وياكم متفقين سابقا هاي راح تاخد قيمة 1، وهاي راح تاخد قيمة كم؟ 2، صح؟ مظبوط مظبوط مظبوط. هلأ هاي قيمة 1 وهاي قيمة 2، طب كم مرة راح تلف؟ هلأ بعد ما لفت اللفة الأولى، هو بده عداد من 0 لـ250، لأنه بياخد 1 بايت تلقائيا بتخزن بيه لـ255، فهو راح يضله يعد لعند مين؟ لـ255، يعني هو مش راح يوقف عند 250 لأنه الرقم راح يكون مخزن لـ255، فراح يعد لنا لـ255 عشان يخلص العداد. فإذا هاي راح تتنفذ المرة اللي بعديها، 2 زائد 1 مضروب في 255 اللي هو هاد، ويطلع عندكم هذا الرقم. حلو حلو. هلأ عند مرحلة ما ينتقل من 1 للـ0، مرحلة ينتقل من 1 للـ0 كم مرة بتنفذ؟ من 1 للـ0 كم مرة بتتنفذ الكنترول ال؟ تتنفذ هون 2 وهون ايش؟ 1. هون بتتنفذ 2 وبتيجي لهون، صح؟ هاي بتتنفذ كم؟ 2، تمام؟ فهو حسبها لحالها، هاي بتتنفذ مرتين، تمام؟ هلأ نيجي على هدول، هدول نفذتها أول مرة اللي هي حسبتها بالأعلى هون. أنا عارف إنكم شوي يعني صعبة، بس شوي شوي، هاي نفذتها أول مرة، هلأ دلت علي أنفذها المرة 12 للمرة 11 وإلى آخره، كم مرة رح تتنفذ؟ هاي مرتين وهاي 1، تمام؟ 3 سايكل، 3 كم؟ سايكل، رح تصير 3 سايكل. طيب هاي 3 سايكل ماشي الحال. وهون عندنا 255 نضربهم بـ3، خلينا ننظف، أرجع هيك أرتب لكم الفكرة لأن حاسس إنكم انحستوا أول مرة. أتوقع هاي إن أمورها تمام، ما انحستوا فيها. نيجي هون اللي انحستوا فيه شوي. هلأ إحنا حكينا العداد راح يمر لعند 255 وحكينا السبب، تمام؟ حكينا السبب، فراح ينفذ هاي مرة وهاي مرتين، فراح تصير عندنا 255 في 1 زائد 2 وانتهى الموضوع، أوكي؟ في المرحلة اللي بده يقفز فيها من 1 لـ0 شو رح يصير؟ رح يروح من هون لهون، صح؟ هاي كم مرة رح تتنفذ؟ مرتين في مرحلة من 1 لـ0، هاي اللي هي هون، هاي الدكتور كاتب لكم إياها هون، هاي مرتين. بعدين هاي كم مرة رح تتنفذ؟ هاي برضو رح تتنفذ مرة واحدة، وهاي مرة كم مرة بدها؟ واحدة زمنية. كم مرة واحدة زمنية؟ هاي وحدتين زمنية مش تنفيذ، تمام؟ هدول كم وحدة زمنية كلهم على بعضهم؟ 5، زي اللي طلعناهم سابقا، هذول 5 وحدات زمنية، 5 دورة. وضرب 255 في 3، 255 في 3 كم؟ 765. وهدول 5 اللي هم 2 زائد 3 5 جمعهم مع بعض، بعد ما جمعهم مع بعض شوفوا شو عمل، أنا أحكي لكم شو عمل.
أنا أحكي لكم شو عمل. أول مرة حسبنا اللفة الأولى، اللفة الأولى لهاي واللفة الأولى لهاي، صح؟ اللفة الأولى للدروب الخارجية هما كانوا 13، ضل لها بذمتنا 12 بعد ما لفت اللفة الأولى. فهدول بدهم يلفوا هلأ مع بعض 12 مرة. ليه؟ لأنها هاي كل مرة بتلف فيها، هاي لفة واحدة هاي بتلف 250 مرة لأنها بداخلها، صح؟ هاي 13 مرة وهاي 250 مثلا مرة، أوكي؟ فهلأ كل مرة بتلف فيها الخارجية الداخلية بتعيد لفاتها من أول وجديد. حلو؟ حلو. الرقم اللي طلع معنا اللي هو 765 مع الاثنين سايكل مع الثلاثة، مع ثلاثة سايكل هدول كم مرة راح يلفوا؟ 12 مرة، تمام؟ ليه؟ لأن أول لفة حسبتها، هلأ ضل علي 12 لفة الخارجية، لأنه أنا الخارجية حسبت لهم لفة واحدة. هلأ بدي أحسب لها الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وإلى آخره. هلأ بدي أخذ لها بذمتي بدل ما أحكي لها 12، لأن المرة 12 لما تصير لفة 12 رح تصير هاي القيمة صفر، وبحالة الصفر الوضع مختلف. إذا رح أخذها 11 لفة. إذا أنا حسبت لها اللفة 13 لحالها، ورح أحسب لها اللفة الأولى لحالها، وما بينهم 11 لفة، اللفة الأخيرة هاي، أوكي؟ وهاي مين؟ الأولى، لأنها بتصير قيمتها صفر، فبصير وضعها مختلف. ما بينهم 11 لفة، 11 لفة رح يلفوا مقدار جمع هدول القيم مضروب ب 11، بطلع 8470، تمام؟ يعني 13 خلصناها، دورة 12 بطلع هون، هاي بتلف مقدار 255 مضروبة في 3، بعدين بس تصير صفر بيجي هون، وهاي بتصير بتاخد لفة واحدة، وهاي دورتين بتصير اللفة 11، برجع هاي بتنضرب 255 في 3، بعدين بيجي هون بنفذها، طبعا بتاخد ثانيتين مثلا، بعدين ثانية واحدة آسف، بعدين هاي بتيجي بتاخد ثانيتين وبرجع بتصير اللفة 10. راح أبدأ من اللفة 12 وأنزل لمين؟ لعند الواحد. الواحد ما راح أخذها، فكم لفة بدي أخذ؟ 11 لفة. إذن هدول راح يلفوا مع بعض 11 دورة، 11 دورة، 11 دورة. أنا جمعت كم لف كم الوحدات الزمنية اللي بتحتاجها، طلع معي 257 لهاي اللي هي 55 ضرب 3، وطلع معي هاي في حالة الصفر راح تصير 2، وتيجي هون تنفذ مرة واحدة وهاي مرتين، فطلعوا 5، فجمعت الخمسة مع هدول وضربتهم بال 11 لفة، خلصت. الآن فعليا كم لفة للخارجية؟ احنا بهمنا الخارجية، ديروا بالكم اللوب الخارجية هي اللي بتتحكم فينا. خلصت للوب الخارجية اللفة 13 اللي هي أول لفة لفيت لها إياها اللي هي هون، هيني حليتها هون، شايفينها هون أنا حليتها، وهلأ حليت لهم من اللفة 12 لعند اللفة تقريبا نحكي واحد، هم 11 لفة، ضلت آخر واحدة، يعني هون واحدة آخر اللي هي 13، ولفيت لهم 11 لفة، ضلت آخر لفة اللي هي بتصير قيمتها كام؟ صفر، تمام؟ بتصير قيمتها صفر. تيجي هاي بتتنفذ عادي بأمان الله، هاي بتتنفذ مرة واحدة، هاي بتتنفذ مرتين، بمقدار 255 مرة في 3، وهذا انتهى موضوعها. عند المرحلة صفر هاي بتتنفذ مرة وبتنزل هون، بتنفذ هاي مرتين، وهاي بتنفذها كم؟ لا تنزل هون، تمام؟ تنزل هون، هاي صارت صفر لتنتقل. أنا في المرحلة من الواحد للصفر، فقام تتنفذ هاي مرتين وهاي مرتين، فكم صاروا؟ مرتين مرتين مرتين، يعني 2 6 صاروا ب 255 ضرب 3. هاي 255 ضرب 3 في هاي اللفة رح تاخذ قيمتين، وهاي رح تاخذ قيمتين لأنها صارت من 1 لصفر، آخر لفة أنا عم بشتغل عليها، هاي 2، فطلعت معنا هاي القيمة لما جمعهم مع بعض طلع 1000 و 10000. يعني أعيدها على السريع، هي بتمخول بس يعني
بدها شوية تركيز. إحنا هون ما في عنا مشكلة، عنا مشكلتهم. رح أحسب أول لفة لهاد، أوكي؟ أول لفة لهاد رح تلف معي من 249 مضروبة في 3، تمام؟ ليش؟ لأنها هاي رح تاخد واحد وهاي اثنين. ليش بس 249 وأنا عندي بكان 250؟ لأنه آخر واحدة من 1 لـ0 وضعها مختلف. بإيش وضعها مختلف؟ هاي بتاخد قيمة 2 وبتقفز، بتيجي هون بتاخد هاي قيمة 1 وهاي قيمة 2، تمام؟ عشان هيك عالجناها لحالها، فأخذنا 249 لحالهم وآخر لفة عالجتها لحالها اللي هو هاي، طلعت 5 لفات مع 747 طلعت 752. هاي شو اللي عملناه هون في أول حركة؟ يعني هاي الفور اللي كان 13 لفة لفت لفة الأولى وصارت 12، بدها بترجع تكمل على هاي. هاي بتلف وهاي بتلف معها، أوكي؟ فكل ما لفت هاي لفة واحدة هيدا تلف 250 مرة. هلأ إحنا عنا باللفة الثانية رح تصير 255. ليش؟ لأنه العداد رح يكمل، لأنه ثنائي يعني 8 بت، فرح يكمل العلم، يكمل الأرقام الموجودة عنده ل255، تمام؟ فرح يضرب 255 في 1 + 2 اللي هم 3، تمام؟ في مرحلة لما ينتقل من 1 للصفر هاي كم بتاخد؟ 2، بحطها لحالها. بيجي هون لما تنتقل للصفر هاي كم تاخد؟ 1، هاي كم تاخد؟ 2، فجمعهم مع بعض. حكى طب أنا هاي العملية كم مرة رح أكررها؟ كم مرة رح أكررها؟ بيحكي أنا بدي ألف 13 مرة. أول مرة لففتوني إياها مرة 13 خلصنا منها، ضللت 12 مرة ألفهم. آخر واحدة في اللف بنتقل أنا من 1 للصفر، ولما أنتقل من 1 للصفر أنا عندي حالة خاصة ما بدي إياكم تعالجوني. إذا كم لفة ضلت في الوسط؟ 11 لفة. فإذا هاي القيم اللي أنا حكيتها قبل شوي بنضربها بإيش؟ ب 11. فهون ضربوها ب 11 فطلع معهم هذا الرقم. هلأ ضل بذمتنا آخر لفة اللي هي هاي اللفة الأخيرة. اللفة الأخيرة هاي 255 في 3 اللي هي 1 و2، تمام؟ وهلأ انتقلت، بس خلصت، انتقلت من 1 لمين؟ للصفر. فهاي بتصير 2، هاي صارت 0 بتصير برضو 2، هاي صارت 2 لأنها go to، فهي بيطلع عنا 2 2 2، فهما 6 لفات ب 768. بنجمعوا مع بعض بيطلع هذا الجواب. هاي كل عدد اللفات نجمعهم مع بعض بيطلع 10,000. عارف إنها محلوسة حوز، بس إن شاء الله تكون وصلت الفكرة.